محكمة جناية القاهرة تقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن 3 سنوات مشددة و4 سنوات لنجليه جمال وعلاء وإلزامهم برد مبلغ 21,197,000 جنيه وتغريمهم متضامنين 125,000,000 جنيه. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يغادر دبي عائداً إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الإعلام العربي. المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية يؤكد أن الاستعلام عن اللجان الانتخابية للناخبين متاح من خلال الاتصال برقم 5151 أو من خلال الدليل 141 أو من خلال موقع لجنة الانتخابات الرئاسية. الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب يستقبل سفير الكويت بالقاهرة. الخارجية تستضيف اجتماعاً لضمان سلامة المصريين في ليبيا والتعامل مع تطورات الوضع. هشام زعزوع يتفقد المنشآت الفندقية المتضررة من السيول بقطاع طابة ونويبع الجمعة المقبلة. رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد يعلن مصر وجهة السياحة العربية لعام 2014. محكمة جنح مدينة نصر تقضي بحبس طالب بالأزهر رفع علم القاعدة وثمانية آخرين 5 سنوات مع الشغل. ملثمون يشعلون النار في كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر بنين والجامعة تقرر فصل 6 طلاب جدد. منظمات حقوقية تدين حكم سجن مهنور المصري وتعتبره حلقة جديدة في سلسلة حبس المدافعات عن حقوق الإنسان.